اهلا وسهلا بكم معي مرة أخرى، جولة جديدة. واليوم إن شاء الله نرجعكم تذكروا الماضي. يقال ذكريات خلود والماضي لا يعود بالفعل. هذه الكلمة يعني هذه المقولة ديال بصح. ما قلتي باش ما نطولش عليكم، نخليكم مع مرحلة من مراحل الحياة، نخليكم مع المرحلة الجامعية وأحلى الذكريات. خليكم مع الفيديو. المهم أخوتي، عمدة معكم الذكريات. صراحة لما ماشيين واحد البلاصة، هادي هي الطريق ديال المطار. كنا كنجيو لنا في الطوبيس ديال الطويله، كان كيوصلنا حتى للحي. واي هذا هو المطار، هادي هي الطريق. انا كتبدل صراحه، تبدلت الدنيا، ولكن شنقول لكم الشعور غريب وعجيب. كتحس بقلبك كيبرد عليك ديك الذكريات. صراحه دوزنا ايام زوينه، مره نبكي مره نضحكو. فاينهم داك الناس اللي قرينا معاهم واللي عشنا معاهم، شمر واحد، أربعة ديال الناس، كل واحد شاد كامتو، طويجنات وما إلى ذلك. أيام ديال الأزمة، نمشيو نسكرو شوية الذكريات ديالنا. ما أحلاك يا ذكريات. أنا خوتي كاينة الدرك المناكي، وتما كاينة المطار، تنوصلو أنفاس معاه ونصور لكم معايا خوتي. هاد الطيور هادو شادين تطوان ومارتيل وكلشي، شادين تطوان كامله ومارسيل كامله هادوك، وهادو اللي في المطار. المهم عاملين الحراس 24 ساعه على 24 ساعه. هاديك ما عقلش عليها، غتكون شي مدرسه شي حاجه للتكوين، هادي التكوين المهني. هاديك اخوتي كنظن هاديك جديده، ما عقلش عليها الصراحه. هنا الجوانب ديال الحي، هذا المدخل ديال المطار كما كتلاحظوا معايا. ثم كتشوفوا معايا من اللور ديال الحي، كيكون ديك الملالين ديك الجهه هذيك، هذاك المعهد المتخصص للتكوين للتكنولوجيا وشي حاجه ما عرف، ما بينالش مزيان. خوتي كما كتشوف ملي قربت، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه الثانيه ديال الرمال. هانتوما كتشوفوا معايا الجوانب ديالو. انا ما قلتش عليه الصراحه واش كان ولا ما كانش، ما بقاش عاقل عليه، اذا كان الله اعلم. المهم من 2006 2007 يعني شدي سنه الاجازه ديالي، راه مده ما شاء الله. ايام كدوز طايره اخوتي. ايوا خليكم اخوتي معنا. المهم اخوتي، هذا هو المطار كما كتلاحظوا معايا، كنصور يعني القرب ديالو. انتما كتشوفوا معايا المطار من الداخل. واحد الطيارة، نمشي نركبو في الطيارة. شوفو معايا خوتي، هداك هو المطار، هاديك هي الساحة لي سباس ديالو. المهم اخوتي، دابا وصلنا للحي. أول حاجة حنا، أنا هنا عمدة معكم لهنا. هادشي اخوتي مكانش، هدا عاد رجع جديد. هادشي هذا كامل، هاد البلاصة هادي عاد كنرجعت يعني من بعد ما تخرجنا حنايا، يعني عاد رجعت من عام الله أعلم. المهم هادو باينين ديال الطوبيس، تما كتلاحظو بعد تما كتشوفو الجبول أخوتي. المهم هادو مكانوش كاينين، وهداك هو الحراف فيناهم قربو الليل. المهم هدا هو الحي، ميخليوناش ندخلو باينو، كيكون عامر هو في الصيف. ثم كتشوفوا يعني كاينين الطوموبيلات وما الى ذلك، وغالبا كيكون عامر في الصيف، ما كيكونش خاوي اما بصحابي المخيمات. المهم كيكون عامر، كاينين تما في الجنب ديالو يعني اشغال في الطريق كما كتلاحظوا معايا. المهم هذا هو الجوانب ديال الحي. صراحه كنت كنخرج لهنا على برا، كنت كنبقى نحفظ انا ساكم كان حفاظه، كنت معروفه بالحفاظه انايا، كنت كنكرد اليوم ما قلتش نقدر صراحة. شحال هادي كنت كنحفظ، كنت عرفتي الاجتماعيات عندي زول المقدمة والخاتمة، كنت كنعمل انا التلخيص، يعني دائما كنعمل تلخيص الدروس راسي، يعني كنعمل دوك رؤوس الاقلام، ومن بعد كنضح ما كاين احفظ خطوات. معروف عليا الحفاظة، والله الا كنت معروف. هذا الحي الجامعي يا خوتي، ولاد اليوم ما بقاوش يبغاو يسكنوا في الحي الجامعي. هذا الحي الجامعي، المهم عمر ما يخليوناش ندخلو باي. المهم هو هذا، جبتكم من هنايا نعرفكم
لواحد المرحلة من مراحل الحياة ملي كتكون صراحة حاسمة. ثم كتشوفوا معايا كان واحد السوسي عنده الحانوت على برا، عملوا هاد الابواب ما كانوش حنايا في الوقت ديالنا، كانوا داخل البيبان ما كانوش هنا على برا، يعني الحانوت كان يشري منه اي واحد. اما هذيك زعما خصهم يقدوا لي ان قريبا مرتي لان محسوبه مدينه ماشي محسوبه من مدينه دمشق. المنطقه كبرت خصها مقاله التاكسي ديالها. واخوتي حنا وصلنا دابا هنا الرومبوان، هذا عنديكم جوج بلايص، بلاصه الاولى تجزئه ام كلثوم نعرفكم عليها، ومن بعد ان شاء الله غنمشي والله فك فك اللي قريت فيها نعرفكم عليها. خليكم معايا خوتي، كما كتشوفوا معايا هنا بقعة أرضية محفظة للفيلات ابتداء من 300 متر مربع، هذا هو الرقم ديال الهاتف اللي عنده الفلوس بغا يعمل شي فيلا لماذا الله يعاونو. خوتي المدخل كما كتشوفوا معايا كنلقاو الفيلات من الجهة هادي ومن الجهة هادي، هادوكم كاملين أراضي عفوا مخصصة للفيلات ومن الجهة هادي. المهم خليكم معايا. المهم اخوتي هذه هي تجزئة ام كلثوم كما كتلاحظوا معايا، عبارة عن تجزئة سكنية كتلقى فيها غير البارتمات، اغلبية يعني البارتمات ديال المقاولين. السكن الاقتصادي ما كاينش هنايا او الاجتماعي، كاين غير ديال المقاولين، يعني مقاول يعني خاص كما كتلاحظوا معايا. وكتشوفوا الشوارع خاصها شوية ديال الاهتمام صراحه، يعني منطقه بحال هذه قريبه لمارتيل خاصها تكون يعني شويه ديال الاهتمام، ويصلحوا لها الشوارع والاناره، عملوا لها الطاكسيات يعني طوبيس، هادشي اللي محتاج. هذه هي الدويره ديالي، عندي ديك دوزيام ايطاج كما كتلاحظوا معايا اخوتي، هي اللي عندها داك الشباك في الابيض كما كتشوفوا معايا. بالنسبه هذه ما كاتشي كاينه عاد تبنات، هذا هو المحيط اخوتي كما كتلاحظوا معايا. هنا كاينين الفيلات، كانوا كاينين اللي كاينين مبنيين، كانوا اللي كاينين عاد اللي زادوا وتبنوا. بقى نوريكم شنو اللي تزاد من بعد ما شريت انايا، يعني شنو اللي زادوا هنايا. زادوا كنظن واحد القاعه مغطاه ديال الرياضه، كنظن لا بيسين ومحكمه، الا ما زادوش شي حاجه اخرى الله اعلم. نتوما كتشوفوا معايا الشارع هذا، في الاول كنت عشري في الجهه هذه، ولكن كانت هذه الجهه هذه خاويه كان يجيك فيها الخوف، سبحان الله الجهه هذه اللي قلناها. المهم كاينه هذه كنظن القاعه المغطاه، ما عرفتش ديالاش، انا نقرب لينا ونزيد نتاكد ديالاش. كاينه هذيك حتى هي كاينه قاعه مغطاه للرياضه، كاينه ديال كنظن ديال السباحه. المهم هذيك وهذيك انا غنشوف اين هي فيهم ثم كتشوفوا معايا. بالنسبه لهنا خوتي تجزئه ام كلثوم كتجي قريبه من الكليه ديال الدروه والكليه ديال العلوم ديال الادب. المهم كتجي قريبه لينوف ثم كتشوفوا معايا اخوتي، كنتمنوا يصوبوا تجزئه كامله يقدوا لها الشوارع ويزينوها. انا واحد الموقع صراحه استراتيجي، هنا كاينين غير الفيلات ثم كتلاحظوا معايا اخوتي صحابي الفيرمي وقبلنا نعمل شويه ديال لافورس ندوز سنه الفيرمي. صراحه كتجيني باقا ما عنديش ديك الفكره ديال الفيرمي اخوتي. هذه القاعه المغطاه للرياض ثم كتلاحظوا معايا هي هذه اهتمام الجانب الرياضي، هذه ديال الدروه هي هذه، وهذا هو لابيسين كما كتلاحظوا معايا اخوتي، يعني باقيين الناس على وشي الخدمه فيه، باقيين خدامين فيه. هذه يا اخوتي كما كتلاحظوا معايا هذه الجنطه اللي بالجانب ديال لافاك، صراحه شحال جلسنا حنا مع الاصدقاء ديالنا، كل واحد يعني في يدته الحياه، ولكن قال لك تموت الحياه وتبقى الذكريات،
راح الانسان ما كيعرف القيمه ديال الحاجه حتى كيفقدها للاسف. يعني الحياه كتوريك بزاف ديال الحوايج، كتوري لك واش كاينه الصداقه حقيقيه ولا غير مزيفه، كتوري لك بان داك الانسان اللي كتعاشرو واش مع المده كدوم ديك المعاشره اولا لا. بزاف ديال الحوايج كاينين الناس كنتلقاوهم لحد الان، كاينين الناس اللي ما كنتلقاوهمش، يعني كاولا كتلقاه عادي كانك ما كتعرفوش. المهم هذه هي الجرده، شحال جلسنا فيها، شحال ضحكنا، شحال شاركنا يعني المشاكل ديالنا والهموم ديالنا، وشحال مره بكينا ملي جينا بوحديتنا. على العموم اخوتي هذا هو الشارع ديال مرتي الكليه، انا غنشوف واش يخليوني ندخل اولا لا. حسب مزودي البيبان هذه هي الكليه اخوتي ديال الدرون، اخوتي هذيك لا بيسين، هذا الرومبان ديال مرتي مزيون. حنا كنا كنشدو الطوبيس الصراحه، حنا كنا كنشدو الطوبيس ولا الطاكسي. المهم مزيون هذا الرومبان كما كتلاحظوا معايا، هذا هو الشارع اخوتي. هذه كلية ديال الادب، بين الكلية ديال الادب والضروة غير هذا الشارع هذايا. المهم هنا كيكونوا ديال الكتوبة، المهم مخصصين يعني داكشي ديال الكلية، نقدر تلقى شي واحد كيطيب اذا ماكلة اي ساندويتش اولا كتوبة اولا شي حاجة بحال هي. المهم هاهي كلية الادب والعلوم الانسانية عبد الملك السعدي، هذه هي الكلية من الداخل. حسب شادين البيبان انتما كتشوفو معايا العلامة الوطني. المهم هادي هي الكلية من الداخل، لي لونفي الإدارة، عسى عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، يونيفرسيتي عبد الملك السعدي. المهم هنا جينا حنا، حنا في الأول كنا يعني الناس ديال بركشة كنا محسوبين على الشاون، ولكن من بعد التقسيم الجديد ولينا على إقليم وزان، ملي ولات وزان إقليم، يعني وزان كانت محسوبة على سيدي قاسم. كانوا كيمشيو يقراو مكناس فاس قنيطرة، المهم داك على حسب الشعبة التخصص ديالهم، ولكن ملي رجع يعني وزان إقليم ولا تابعا جهة طنجة تطوان الحسيمة، بقاو كيجيو هنا كيقراو في تطوان. المهم أخوتي هذه هي لافاك، هذا هو المحيط، وهادشي ما كاين أخوتي. إيوا باش ما نطولش عليكم أخوتي، غنودعكم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله، جولة جديدة. شاركت معكم مرحلة الابتدائي وديال الإعدادي والثانوي، ودابا هذه هي المرحلة الأخيرة في الحياة، هي المرحلة الجامعية. باي باي عليكم.